السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة المدينتي، ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. إذا سنقوم بجولة جديدة في الطريق المدارية لنرى إلى أين وصلت إليه الأشغال، ثم سنتوجه إن شاء الله حتى الإرشاد. يلا خليكم معنا، ونتمنى لكم ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله. هو الذي بدأ